شريتنا اليوم يا لالا مولاتي الحادقه طبق ديال العيد المقترح من عند لالا ميلودا من الرباط اللي كتقترح علينا طبق ديال الدجاج ممكن توجدوه مع العائله ديالكم والحباب نهار العيد. عواشر مبروكه بالصحه والعافيه. ولالا ميلودا صباح الخير. صباح النور حبيبه ديالك. بخير على خير. عواشر مبروكه بالصحه والعافيه. علينا وعليك لالا. علينا وعليك حبيبتي. بارك الله فيك ولكل جميع المستمعين. ان شاء الله ليك وللعائله كامله. هلا اختك لالا ميلودا. بارك الله فيك. إذا اليوم وجد لنا طبق ديال العيد كاين شي حداده شي حلويات وجدتي هو ضروري حداده باش نعرف المغربيات. تبارك الله عليك لالا ميلودا. إذا اليوم كتقترح علينا طبق ديال الدجاج نبغيو نتعرفوا معك على الطريقه وشنو المقادير اللي غادي نحتاجوا. اييه الحمد لله ديالي عندنا الدجاج طبق ديال العيد يعني عائله الحمد لله كتكون مجموعه في العيد وداكشي وكيبغي الواحد يفرح براسه وبعائلته الحمد لله. هذه عاده فينا ضروريه. وفي نفس الوقت تكون شي حاجه اللي هي مزيانه وكتعجب الصغار والكبار. صح اييه هذيك اها. اذا شنو نحتاجوا فيها اختي ميلودا؟ عندنا الحبيبه ديالي نديروا حنا قياس ثلاثه الدجاجات ما بالنسبه لك كانت المهم ندير قياس ثلاثه الدجاجات واللي بغا غادي كل واحد ديك الساعه ميزانه. اييه ان شاء الله. عندنا ثلاثة ديال الدجاجات مغسولين خلاص مزيان انا بلا ما نقول الطريقة لانني تبارك الله راه كلشي حادق وكلشي كيعرف يغسل الدجاج مزيان. إذا عندنا الحبيبة ديالي معلقة ديال القزبر مدقوق. معلقة. هكا يد. إيه. ومعلقة ديال سكنجبير. معلقة ديال سكنجبير. ونص معلقة ديال الإبزار. نص معلقة ديال الإبزار. إيه ومعلقة ديال الفلفلة حمراء حلوة. معلقة ديال الفلفلة حمراء حلوة. ومعلقة ديال السمن. معلقة ديال السمن. وكاس ديال الزيت البلدي. كاس ديال الزيت البلدي. وواحد الحامضة مصيرة مدقدقة مقطعة يعني مدقدقة بحال شكل الكزبر معدن عتوني كنقطعوه مزيان. صافي حامضة مصيرة. حيد لها العظومة ومدقدقة الجديدة ديالها بكلشي بالقلب ديالها بكلشي نقتلوها مزيان وداكشي. أيه. أها. والملحة. والملحة صافي. إذا نمشيو للزعفران شعرة. زعفران شعرة واخا. أييه هادو هما المقادير باش غنشرملو داك الدجاج مزيان. واخا إذا نمشيو للطريقة. والحشوة. الحشوة. الحشوة وفي نفس الوقت ندوزو للطريقة. يلا. والحشوة عندنا واحد 100 غرام ديال الكفتة اللي ما بغاش يشري كفتة الدجاج يشد غير الصدر ديال الدجاج ويقطعو. واخا. بغا المهم واحد 100 غرام ديال الكفتة. مع دوك الكبيدات ديال دوك الدجاجات. وغادي ناخذ ديك نفكوا فيهم وسمح لي ما زدتش الثومه واحد الراس ديال الثومه ماشي غدريسه الراس ديال الثومه. اييه لازم تجمع المقادير ديال الدجاج. اييه وهذيك الشرموله اللي غنصايبوها للدجاج غناخذوا منها لهاد الكفيته. صافي هي نفسها غادي نخلطوها بهاد نشدوا لا نشدوا بعد هذيك الكفيته ناخذوا ديك الشرموله ديال نشدوا واحد البانيو وغادي نخلطوا فيه هاد العطريه كامله وغنمرمروا داك الدجاج. اها وغناخذوا شويه وغنزيدوا ناخذوا منه ديك لي قانو غنديرها في ديك الكفيته وديك الكبده نحكوا عليها بصلة. اييه نحكوا عليها بصلة. اييه بصلة وخيز زوا تكون مشحره وقريعه كيكونوا مشحرين باش كنخلطوا. المهم كنحاولوا نديروا بحال ديك لافاغ ديال لينيم يعني هكا ونزيدوا على شويه ديال الفيرميسيل. الفيرميسيل وبيضه. هذه بالنسبه للحشوه. واخا المهم كناخذوا ديك العطريه كنديروها في واحد الاناء نزيدوا عليها مويها نخليو السمن والزيت البلديه من بعد. واخا كنشدوا غير ديك التوابل اللي ذكرنا مع ديك الثومه محكوكه وكنشدوا داك الدجاج كنفرملوه مزيان كنحكوه حتى من الداخل هكا ما بين الجلده وهذا وكنشدوا داك الموس وكنفكوا غير بحال هكا بحال اللي كنفكوا داك السر ديالو باش يدخل لينا داك السر ديالنا مزيان. اييه حبيبتي صافي كنفرملوا دوك الدجاجات مزيان وكنشدوا ديك الحشوه اللي خلاص صايبنا مع ديك القرايعه الصوتيه وخيز زوا وبصيله وهي راه حتى هي مشحره ما كنديروهاش خاطر كنشحروا ديك الكفيته مع ديك الكبيده الدجاج تكون قطعناها. اها وكنزيدوا عليها بيضه خضراء هكاك ملي كنشدوا ديك لافاس كنخلط. اييه باش تجمع لينا ديك هذا وكنعمروها في القلب ديال الدجاجات وكناخذوا واحد الطاوه كنفرشوا فيها من الاحسن بابا كويسو هكا بابيا كويسو كنفرشوا في ديك الطاوه. وكنقطعوا واحد جوج بصلات دوائر ولا طوال المهم جوج بصلات يكونوا مفرشين فوق داك الكويسون اللي فوق الطاوه. واخا. مع واحد تقريبا شي رابعه ديال المطيشه هذيك الصغيوره. المطيشه الصغيره واخا. اييه مع شي ثلاثه البصلات مع ديك رابعه ديال المطيشه الصغيوره كنفرشهم فوق داك الكويسون في الطاوه. كنشدوا دوك الدجاجات كنكسوهم عليه في درهم. اها.
وكنعاودو نغطيهم بكويسه مزيان. وهذا اللي بغى يدير لامينيوم راه كيديرو، اللي ما بغاش بلاش يعني من الاحسن انا بلاش انا ما كنديروش. اييه بارك صافي. وكندخلوها للفران وكنشعلو عليه غير من تحت على 200 درجة هكا، ما كنقويش وما كنقلوش. واخا المهم هذه علين ساعتين بحال هكا. ساعتين صافي. هذا اللي هذا انا قلت بالنسبة للالات اغلبية كيعجز الواحد يمشي لفران الزنقة، ما هما فران الزنقة كيجيو مع الزنقة. كيجي رائع بصح. الحقيقة حنا تنديرو فران الزنقة ولكن غير ما كاين اللي بعيد منه وقت ولا بعيد. صحيح. اييه الله يعطيك. ما هو انا زعما كنصح اللي حدا الفران من الاحسن ديال الفران يصاوبها بطريقة. كتجي ديك النسمة ديال الفران ديال الزنقة كتجي معتبرة. اييه نعم. وكنشدوا انا لا المهم ها هو دخلنا الفران كنحبوا تناخذوا مثلا ديك كيلو ديال اللوبيا ولا على حساب حنا الناس اللي عندنا. المهم انا كناخذ داك كيلو ديال اللوبيا كيلو ديال البطاطا صغيره وواحد كيلو ديال الخيزو. خلاص تنقيوهم وكنبخروهم مع شويه في الملح والابزار وواحد الثومه مسكوكه هكا كنشرملوهم حتى هما، ماشي كنخليهم غير كنبخروهم معاها هكا مشرملين، كنحكوا عليهم الثومه كنديروا شويه الملح شويه الابزار شويه الكمون وكنخليهم يتبخروا. اييه. من بعد ما كنقلبوا ديك الدجاجه كتكون وجدات كنفرشوا الخط كان بعدا ملي كتوجد ديك الدجاجه كنخرجوهم من الفران. اييه وكنحطوهم في واحد وكنحيدوهم كنحطوهم في واحد طبق اخر ولا المهم شي هذا. المهم نحاولوا ناخذوا ديك المريقه، ديك المريقه راه كتولي غزاله. اييه ديك المريقه كنحيدوها كتولي تاور كيطلق الماء وداك الشيء، كنحيدوا ديك المريقه كنديروهم في واحد اما كندوزوها في ديك الحكاكات مطيشه من الاحسن ولا غير بلا ما ندوزوها في المومينيكس، اما كنديروها في حكاكات مطيشه وندوروها واما كنشدوها في كاسرونه ولا كامله ونبقاو نحركوها بمعلقات الخشب حتى تتلبى ومن بعد كنصفيوها. صافي. المهم نصفيوها من بعد تنبقاو نعرفوها راه تتجي واقفه تتجي واحد الموقع تجي تا هي ثقيله رائعه. اييه كتجي ثقيله قول لي ميلو ملبيه وواحد اللوبو مختلف مع هذيك لي طوماط سوري كتجي واحد اللوبو زعما ما نقولش لك عليه اختصارا معتبره. اييه من بعد ما كنجبدوه صافي. المهم التقديم راه السيدات كاملين كيعرفوه كنفرشوا الخس كنحطوا ديك الجنجات ديالنا كنكونوا حمرناهم عاوتاني دخلناهم تحمروا ذهبوا كندهنهم الزبيده وهذا وديك الزبيده وسمينه هكايا وكان سميتو مع ديك السمينه ما ذكرتش انايا ديك الزويته بعدا وسمحي لي انا راه كنكون مرتاب كتسمحي لي قولي لي شنو اللي نسينا؟ الزويته والسمينه ما درنا ملي حطينا دوك الدجاجه خصنا عاد نحطوهم من الفوق. صافي بمعنى غادي نحطو ملي بغينا ندخلوهم من الفران. كنديروا ديك الزويته بلديه داك كاس ديال الزيت بلديه مع ديك السمينه مع السمينه عاد تنسدو خلاص بكويسه. صافي صافي. ومني كي قلت لك ان نحيدوا ديك المريقه بوحدها وديك الدجاج نبغيو ندخلوه للفران كندهنوه بالزبيده ندهنوه ديك الساعه بالزبده. واخا ماشي كيتحمر تبارك الله عليك وهذا طبق كيحمر لي وجه نهار العيد ياك ولا لا؟ والله ما نقولش لك والله اختصارا زعما ماشي هذا مجربه ودايرينه حتى حنا نهار العيد ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يعني يخلع لكم العيد بالصحه والعافيه. امين حبيبتي امين. حنا وانت وكاع الطاقم التقني وكاع المسلمين يا ربي ان شاء الله. لاله ميلوده نعاودوا المقادير الا سمحتي اختي ميلوده. يا حبيبتي المستمعات اذا كنا غادي نحتاجوا واحد ثلاثه ديال الدجاجات هذا القياس ديالنا وكل واحد شحال ما بغى يدير. معلقه ديال القزبر يكون يابس. اييه. معلقه ديال سكينجبير. نص معلقه ديال الابزار. اييه. معلقه ديال الفلفله حمراء تكون حلوه. معلقه ديال السمن. كيس ديال الزيت بلدي. اييه. حمضه مصيره تكون مدققه مزيان. اييه. مليحه. والزعفران شعره. وراس ديال الثومه. اييه. بالنسبه للحشوه غادي نحتاج واحد 100 غرام ديال الكفته. ديك الكبيده ديال الدجاج نحكو عليها بصيله. اييه. الخضر غادي وشويه ديال الثومه والخضر غادي نحتاج واحد الخزوه تكون مشحره وناخذوا من ديك العطريه اللي درنا الدجاج باش من ديك العطريه اللي صايبنا الدجاج منها ناخذ ديك الكبيده صافي. أيه. خزوه قلنا مشحره القرعه والفيرميسيل وبيضه وحده. أيه. ياك غير بيضه. غير بيضاء ولكن بيضاء حتى نشحروها ونقادوها ملي نبغي نعمرو الدجاجه عاد كنزيدوها باش كتجمع لينا ديك الحشوه. اييه باش تجمع واخا. اييه غادي نحتاجو كذلك واحد جوج ربعات جوج ديال البصلات. اييه. وربعه ديال المطيشه. ربعه ديال المطيشه تكون صغيره. أيه. غادي نحتاجو واحد كيلو ديال اللوبيا. اييه. كيلو ديال البطاطا تكون صغيره. وطبعا يكونوا وخيزو تا هما يكونوا مشرملين
بالثومة والمليحة والبزار والكمون ياك. أيه 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 الزيت والسمن والزبيدة في الأخر أو السمن ياك انا من احسن اختي فاره ملي كنبغي نحمر الدجاج كناخذ شويه من السمنه وشويه من الزبده كنحمرهم صافي كتبقى باش ديك المليحه كتعطينا ديك البنه والزبده راه كتذهب. ايوا حنا نديروا الطريقه ديال لالا ميلوده ونجربوا كي غادي تجي. تبارك الله عليك ميلوده. ان شاء الله اختي فاره بغيتي نجيب لكم شي طبق اخر ولا هذا ديال ما بقاش تما والله ما سخنا بيك وما سخناش بهذا الوصف ان شاء الله. وسمحوا لي واخا هكاك راني شويه لا معتبره بالعكس تبارك الله عليك ميلوده. المهم هذا اللي عطيتك اختي فاره والله الا انا درته زعما ماشي عاد نقول لك تندير ولكن العائله تبارك الله وكل شيء تيعجبهم وكل شيء كيعجبهم داك كلها كلها اللي كتعطينا ميلودا اطباق كلها اللي كتعطينا كلها رائعه كنجربوها و100% كتصدق فقط ياخذوا معنا غير المقادير بالتدقيق المستمعات وبالصحه والعافيه. شكرا جزيلا لك ميلودا بارك الله فيك اختي فاطمه عليك وعلى الطاقم التقني وتبارك الله عليكم وعلى البرامج ديالكم. بارك الله فيكم نهاركم مبارك سعيد عواشر مبروكه ميلودا ولكل الاسره.